مليارين و600 مليون دولار او ما يفوق 23 مليار درهم وتكلفة تنفيذ مشروع بناء المحطة الحرارية بأسفي ستكون الاولى افريقيا والخامسة عالميا من حيث المواصفات تكنولوجيا وبيئيا. مجموعة من الابناك اليابانية الكورية والوطنية ستساهم في تمويل هذا المشروع. نصيب فرنسا من التمويل هام ومجموعة من الابناك لها مساهمة في ذلك على غرار بنك جي دي اس سويس. الابناك الفرنسية ستبلغ مساهمتها 25% من التمويل والابناك اليابانية لها حصة مهمة ايضا. المجموعة اليابانية سواء كانت ابناكا او مقاولات سعيدة بالمساهمة في تمويل مشروع المحطة الحرارية بأسفي. المحطة ستبدأ في الاشتغال بداية من 2018 وستغطي 25% من الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني. حجم الاستثمار 2.6 مليار ديال الدولار يعني كبير جدا. هذا دليل على الثقة التي يجدها شركاؤنا في بلدنا وفي وطننا. هو أكبر مشروع استثمار أجنبي على الصعيد الوطني. هذه المحطة من آخر تقنيات من ناحية البيئية. المشروع ستقوم بإنجازه شركات من المغرب، فرنسا، اليابان وكوريا الجنوبية وسيوفر مناصب شغل هامة خلال مدة تشييده. المملكة المغربية عندها خارطة الطريق متعلق الاستجابة للطلب على الكهرباء، ثم عارفين بأنه تنمو سنويا 6%. مدة البناء هي 4 سنوات وهذا المشروع سيشغل 3000 عامل خلال هذه المدة، وفي مدة الاستغلال سيصل عدد مناصب الشغل 250 منصبا. أهم ما يميز مشروع المحطة الحرارية التي ستعمل بالفحم الحجري النظيف ومحافظتها على محيطها البيئي، إذ سيتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف.